سبحان مبدل الأحوال البشر. سلوى ربي غادي يسر ليها باش أنها تزوج بشخص من عائلتها، شخص اللي فيه كاع المواصفات ديال الزوج الصالح، حلمت معاه كبير. لكن سبحان الله حياتهم ولا حياتها بالأحرى غادي تقلب رأسا على عقب لما الطبيب ديال راجلها قال لهم بلي أنه مصاب مرض نادرا في أنه سيصيب ناس مقتبل العمر. الاعتراض على أمر الله، لكن هذا المرض غادي يبدل النفسية ديال هذا الشخص، واللي هو غادي يستغل الموضوع بواحد الطريقة اللي غادي يخلي باش أنه صاحبة الحكاية سلوى تاخذ قرار اللي غادي نكتشفه مجموعين. فدوام الحال من المحال. سلام سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. اذا كنتي جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنتي اهل الدار الدار دارك ما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا لتحت على زر الاعجاب اللي ما تيكلفكم حتى شي مجهود. وخلينا ما نعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله، يلا لنبدا. انا سلوى من واحد الفيلاج اللي هو قريب من المدينه. الطفوله ديالي دازت عاديه، حليت عيني ما بين والدين اللي متكونين من اب وام وزوج ديال الخواتات، انا كنت هي الثالثه. ماما كافحات علينا وقراتنا، فباش نقراو الكوليج والليسي انا ذاك كنا غادي ننتقلوا للمدينه انا وخوتي، وغادي نجلسوا في الانترنا، وكان عندي غير السبت هو اللي كنت كنهبط فيه لدارنا اللي ما كانتش بعيده، واللي كنت كنتسنى انه يجي يديني شي حد لانه ما كاينش ترونسبور. انا اغلبيه ديال الوقت كنمشي غير على رجلي. كنت واحد البنيته ماشي متفوقه، ولكن كنت نقرا مزيان وكنتفرج في التلفازه في برامج اللي خلوني انني نكون كنتعلم بزاف ديال الحوايج ونكون ذكيه. الاساسي دافاش كيشوفوني بحكم انني جايه من العربيه، لكن طريقتي في الكتابه وفي التفكير كنت عزيزه عندهم، وكنت ديما في مرتبه الثالثه ولا الرابعه، ما كنتش كنجي الاولى ولكن كنت من الاوائل. نجحت في التسعه ديالي وطلعت للثانوي اللي كنت كنقرا فيه مزيان، وجبت الباك بمونسيون. من بعد غادي ندير الجامعه. العام الاول كان واحد ولد خالي، بحكم انه حنا متقاربين من ولاد عمي كثر، ولاد خالي كاين اللي ما كنعرفوهمش كثر وفيهم اللي ما كنشوفوهمش بزاف، اما عمامي كانوا العكس، كان احتكاك ما بيناتنا. المهم فاش طلعت العام الاول للجامعه بدات الهضره على داك ولد خالي اللي كان مشى لاوروبا بالزواج مع واحد السيده، ولكن ما تفاهموش وطلقوا. غادي يجلس مده بلا زواج، وبداو العائلات يقولوا ليه شوف ليك سلوى، وانا تنسمع هاد الهضره ومباشره بدات كتدخل ليا لراسي. بعد مرات كتكوني هانيه في حياتك حتى الناس كيبداو كيسلطوا لك الضوء على شي حد عاد انت كتبدي كتفكري فيه. المهم هو غادي يصيفط لي الفيسبوك ديالو، وبلينا بجماعه اللي كانت عاديه، سلام كي دايره شنو كديري كيف داير الجو. بدات بحال هكا حتى لواحد النهار جاني نيشان وقال لي سلوى انا بغيت نتعرف عليك اكثر، حيتاش انا باغي بصراحه انني نتزوج، وانا ما كانش عندي ادنى فكره لا على الزواج ولا حتى على شي حاجه واحده اخرى، غير قواتاتي اللي بقاو تيشجعوني راه فلان ظريف راه فلان ما تلقايش ما احسن منه. فمشيت معاهم في ديك الموجه، وبحكم انني انسانه ما عنديش تجارب في الحياه ديالي مع شي شخص واحد اخر، فمباشره بداو هما كيشكروا ليا، انا دخلت لدماغي وبديت كنحس من جيتو بهاد المشاعر. غادي نتعرف عليه بشويه بشويه، وبقينا كنهضروا حتى قالها لدارهم ولا داكشي رسمي اكثر. صافي ولينا غير كنتسناو فوقاش انه يجي يهبط باش اننا نديرو خطوبه. وانا صراحه ما درتش خطوبه، درت كلشي دقه في وحده، درت ضريب الصداق والعرس في خطره وحده. كلشي بدا تيقول لي بقاي في الجامعه حتى يخرجوا لك الوراق ديالك، ولكن هو ما قبلش. قال لي شوفي يا سلوى ما عندك ما ديري بداكشي، كون كنتي في عامك الاخير ديال ليسانس واخا، ولكن انت غير غادي تضيعي وقتك حيتاش غير العام الاول ديالك هذا وصافي، ودابا راك غادي تزوجي واصلا تما غير العزاره. ما قلت ليه والو، ما جحدتوش، خليت الامور غدا كيف ما هي. وبحكم الله مات واحد عمي ما درنا لا عرس لا والو، وقالوا لي دارنا بلي انه ديري غير الحنة ولا غد ليه هو يجي يديك، اذا هما بغاو يديروا لك شي حاجه، هما لقاوها من الجنات والناس. المهم كان داز داكشي جد بسيط. جا داوني ومشيت لعندهم، دوس معاهم ليامات الاولين، وصراحه هو من اطيب خلق الله، صلاة درويش ظريف كلشي فيه مزيان ما كاين ما يتعيب. هو كان فايتني انا ذاك ب 12 سنه، ولكن ما حسيتش بالفرق ديال العمر معاه لانه كنا متفاهمين. خلاني مع دارهم بيد ما خرجوا لي الوريقات ديالي، واكيد غادي يوقعوا حساسيات ما بيني وما بين دارهم، ولكن داك الشيء صراحه عادي، غير نقاشات اللي هما التخربيق وصافي ما بيني وما بين مو اللي كانت مرا كبيره وما قارياش وما كنتش كندي عليها. بالنسبه لي داك الشيء كامل غير تفاهات، حتى النهار اللي غادي يخرجوا لي فيه الوريقات من بعد ما شديت البيرمي ديالي وطلعت عندو لاوروبا. المهم غادي يجي وتعرض لي في المطار اللي كان بعيد بثلاثه ديال السوايع على ديك المدينه.
جينا ولقيتو كاري غير ستوديو، كوزينه محلوله على الصالون وبيت. دوك الايامات الاولى دوزتهم غير ميناج، هز هادي وحط هادي، حيت كانت عنده الدنيا مروله. دخلت دخلان تاع عمره ديال الدار بلا ما نفكر في حتى شي حاجه، ما فكرت نقرا لغه ولا ندير شي ديبلوم، كنت يلاه كنحقق داك الاستقرار باش نبداو الخطوه الاولى. انا فاش دخلت عليه كان هو كيتشكى من ظهره، اللي كان هز واحد الماكينه اللي كانت ثقيله واثرت لي عليه واثرت لي على ظهره. جلس معايا 3 شهور الاولى ومن بعد غادي يوقف الخدمه. انا واش حيتاش باقي الحال جديد ولا لهفت البدايات كيف ما تيقولوا، كان داكشي بان ليا عادي. عمرني ما كنت نقول ليه نو تخدم ولا علاش ما كتخدمش، انا يلا جايه. كنت محتاجه انه يجلس معايا واخا عندي العائله هنا، لكن فضلت انني نشد قراري باش تبقى العلاقه مزيانه. هو عنده خوتو هنا اللي كان جابهم كاملين وكانوا كيجيو كيتجمعوا عندنا في الدار اللي كانت صغيره، كان فيخ، كان وجد الفطور، كان وجد الغداء، وكان وجد العشاء، وما كندير حتى شي حاجه في حياتي. ولحد الان هادشي كامل اللي تنعاود لكم راه خير تفاهات. ما كنتش كنجلس نشوف افلام باش انني نطور اللغه ديالي، ما كنتش كنقلب على شي فورماسيون ديال شي ديبلوم. داز العام الاول واللي فيه غادي نحمل وانا ما مستعداش. انا ذاك كانت عندي 21 سنه وهو كانت عنده 33 سنه، ولكن هو كان باغي الاولاد. سافرت المغرب وانا حامله بولدي، غادي يوقعوا مشاكل مع امالين دارهم اللي راه ما جاتش لا واه راه جات لا واه بقات في دارهم، حيت هو بقى في اوروبا وانا مشيت بوحدي. غادي يعيط ليا ويقول لي عافاك سلوى راني درت اكسيدون دو طرافاي وهاد المره راه ظهر الجهاد عليا، راه خاصني ندير شي حاجه. قلت له اذا كنتي كتحس براسك ماشي حتى لهيه شو كدير، وقف الخدمه راه صحتك هي الاولى. فعلا داكشي اللي دار، قال لهم ضرني ظهري ووقف الخدمه وغادي يوقفوا عليه حتى الخلاص لمده واحد 3 شهور حتى قبلوا لي ديك الاكسيدون دو طرافاي وبدا كيتخلص. هو ماشي استغل الوقت باش انا يرتاح باش يولي لي ظهره بخير ويعاود يرجع، لا، ناض بدا كيشوف الطوموبيلات وكيعاود فيهم البيع. في الاول جاتني المساله بلي انه تيحب هادشي، واذا تبعو راه فعلا هي واحد الخدمه اللي مزيانه وفيها الفلوس، حيت الصالير اللي كان تيتخلص منه خلاو لي منه غير واحد النسبه، وكان يخلص الكرا والتقضيه وداكشي اللي خاص، والطوموبيلات كان ديرهم هو فوق من الشبعه، تيصور بهم نهارهم. وانا لحد الساعه مع ولدي في الدار اللي يلاه تزاد وكنت مقابلاه. ولكن راجل نهار هبط المغرب باش انا يتزوج بيا كان عنده مشكل في يدو، والطبيب ديالو العام قال لي بلي انه هذه اللي فكره بدايه ديال المرض ديال باركنسون، وهو ما خداش هذا الامر بعين الاعتبار. الطبيب كان صريح معاه، هو ناض دار لي غيم ولي غيم ما تيعطيوش هذا المرض، فداز منه وقالوا لي بلي انك راك نقي وما فيك والو، لكن السيد حالته غاديه وكتدهور ويدي رجليه غادي كيموتوا عليه. مشى رجع عند الطبيب ديالو واكد بلي انه راه فيك فلان داك المرض، ودزنا واحد الوقيته اللي كانت صعيبه بسبب هذا الخبر، واللي بديت كنواسيه وبلي انه راه ربي ابتلاه وان شاء الله غادي تولي بخير وغادي تشرب الدواء وغادي تصح. بدينا كنقلبوا على الحلول، كنلقاو بلي انه المرض كاين وصعيب وكيأثر حتى على النفسيه ديال مولاه اللي كيعطيه الاكتئاب. هو صافي كحال الدنيا قدام عينيه وما تقبلش في دماغه انه كيفاش تبقى جار رجليك وانت يلا مازال في الثلاثينات. لكن بصراحه وقفت معاه وقفه نتاع السيدات الحرات، كيفيق كينعس وقت ما بغى، عمرني دويت معاه، كنمشيو للطبيب كيشرب الدواء ديالو، وحسيت بلي انه السيد غير غادي تيزيد في لادوز ديال الدواء، غير هو كيحس بلي انه صحته كتقال عليه كينوض كيشرب اكثر. اذا عطاتو الطبيبه مثلا 3 ديال الكينات في النهار، هو وقت ما حس براسو تقال كيزيد كينا من عنده، داكشي اللي قال لي راسو. فاش انا تندوي معاه هادشي اللي كدير راه خطير، تيبدا تيقول لي لا نتوما شنو كتعرفوا، نتوما كدويو في شي حاجه اللي ما عارفينهاش. ما تنبغيش نتشاد معاه وتنقول ليه غير اوكي، وتنشوف بلي انه السيد غادي وتيشرب اكثر من اللازم، وهو عند باله بلي هادشي اللي خصو يدار. فاش كنمشيو عند الطبيبه تيبقى تيقول لها لا راجلي كتبلوكا ليا، يدي كتبلوكا ليا، كتقول لي راه عادي يا فلان باش يكونوا هادو هما الخلفيات نتاع الدواء، واش بغيتي يكون فيك واحد المرض وما تحسش به نهائيا؟ هو قال لك لا، ما بغاش يحس به اطلاقا، هو ما بغاش يحس به اطلاقا، وغير تيبلع في داك الدواء وتيشرب معاه دواء الاكتئاب، لانه هذا المرض كيجي مع هذه الحاله كيف قلت لكم. انا كنت حمد الله وشكره وتنقول يا ربي غادي يكون هو مزيان، عندي بزاف ديال المتطلبات في حياتي، ولكن ما كنهضرش، حدي كان تقدمه هو اساسي، وكنقول حمدتك يا ربي وشكرتك. كنت كنتسنى غير ولدي انه يكمل العام ديالو باش انني نسجلو في شي كخاش اللي كنت لقيتهم عامرين، وتيقولوا لي بلي انه الراجل عندك راه ما خدام، ما غاديش نقبلوا لك باش انا ولدك يقرا. انا غادي ندبر على خدمه غير حدايا في واحد لوطيل، كنبدا مع 5 ديال الصباح وما كنسالي حتى 12 ديال النهار،
قلت مزيان، ديك الوقيته غادي نخلي ولدي ناعس وغادي نخليه هو يفطر الا جاب اللافاق. سمحت فراسي وبديت كنوض مع الربعة وكنمشي نخدم ونخلي ليه ولد. كنجي كنلقاه هو مره دايو القهوه او مره جالس مع صحابه، علما تنقول ليه بلي انه غير صبر داك نص نهار فلان حتى نرجع. مالك على هاد التكرفيس؟ راني كندير هادشي غير باش نعاونك، ولكن والو. انا بقيت ساكته وما كنتناقش معاه في حتى شي حاجه. اللي سولني ولا قال لي شي حاجه نقول له مرا فلان مريض فلان مريض. هاد الكلمه ولات عندي غير في فمي، تنفكر فيه اكثر ما كنت تنفكر في راسي. نضنا غادي نسافروا للمغرب، داك العام اللي مشينا فيه غادي يبدا كيعمر الطوموبيل بالبياس ديال الطوموبيلات. حتى ما لقينا باقي مازال فين نجلسوا. كتهضري معاه، لا هاد البياسه غادي نديها لولد عمي، لا هاد البياسه غادي نديها لفلان. ولا مريض بالبياس، حيت هاد المرض من غير انه تيدير اكتئاب تيعطيك واحد البليه. هو عطاه بليه ديال البياسات ديال الطوموبيل، السيد ولا غير كيشري وكيحط، والحياه ديالو كلها عطاها لهادشي. مشينا شدنا الطريق وصلنا لدارنا، مشى تعرف نيشان على واحد الميكانيك اللي ولا جالس عنده النهار ومطال. كيفيق الصباح، الو فينك؟ انا جاي. ما خرجنا كيف الناس، ما سافرنا، ما تبحرنا، ما درنا حتى شي حاجه في حياتنا. مشينا مباشره عند مالين دارنا، اما دارهم ما مشاش يشوفهم. دوزنا هذيك المرحله ورجعنا بحالنا ومشينا عند الطبيبه عاوتاني. قال الطبيبه راه الدواء ماشي يشدش فيا كاع، غادي ينكر. هي انتقلت معاه لواحد التريتمون اللي كان مجهد على هاد التريتمون. هذا التريتمون اللي كان جديد، كانوا فيه دي باتش اللي كيلصقوا في الجسد ديالو واللي غادي يبدلوا ليه التعامل ديالو. لا هو ولا يصلي، واذا هضرتي معاه كينقز عليك، والسيد ولا غير معصب. انا شنو درت؟ رجعت لخدمتي باش نصرف على ولدي وعلى راسي وخليته يعوم بحرو. انا عند بالي بلي انه هذا المرض عطاه البليه ديال على اساس انه كيشد الخلصه ديالو كيرميها كلها في القجاوج، ولكن كان العكس، لانه السيد غادي يكتشف بلي انه كان مبلي بالقمر. هنا كاين واحد ليكاش اللي واحد الوريقات يا 2 اورو يا 3 اورو يا 5، المهم كتبقاي كتشريهم وكتبقاي كتحكي فيهم، ولكن عمرك ما كتلقاي فيهم شي ربحه. هو هادشي باش كان مبلي، ما كان ينوض من الطبله حتى كيحكي على داكشي اللي عنده. انا فاش تنسولو فين الفلوس، تيقول لي راني شريت بهم الطوموبيل، وكنت نتخاصم معاه على شريتي الطوموبيل. واحد الساعه حبسوا على البنكه ديالو حيت تخاصم مع وحده خدامه تما عندها مكانه اللي هي كبيره. هو فاش كان تيبيع الطوموبيل وكياخد الشيك تيقول لي ها كيعافاك هاد الشيك ديريه في الكونت عندك. ولينا نستغل الكونت ديالي بزوج بينا، لدرجه ولات فاش كتدخل الخلصه ديالي كيضربها حتى هي، وكنلقى ناقص منها 300 400 اورو. شنو غادي ندير وشنو تيدير هاد الراجل؟ انا ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه. ما كاينش اللي يقول لي بلي انه هادشي اللي دخل فيه راه قمر، علما بلي انه خوته وخواله كاملين اللي هما كانوا ساكنين هنا عارفينو بلي انه تيقمر. الا انا خدمت وقت البرد الموت وما بغاش، ولكن كنت بزز مني، كنتكبط وكنخرج وكيوصلني السالير في راس الشهر، وها هو طار لي عليه عاوتاني. كنشوف بلي انه كيخلص في القهاوي، فاش كنمشي كنقلب كنلقاها بلي غير حدا الدار اللي تيبيعوا فيها دوك لي كارت ديال القمر اللي قلت لكم. حتى لواحد الليله غادي يجي عندي نيشان وغايقول لي انا فلان راني تنقمر، وهذا الشيء اللي عطى الله. بكيت وغوت وما خليت ما درت. قلت ليه شوف غادي نولي ناخذ الخلصه ديالك اللي بها، غادي نخلص لك راه والضو والويفي وكل ما هو اهم، واللي شاط نهار تبغي شي قهيوه غادي نعطيك منها. حتى اذا قمرتي ب 20 اورو ماشي بعدا بكاع داكشي. عييت معاه وافلان عطيني صحاب الكره ناضو شكاو بينا. مشينا للمحكمه وهضرت مع المحامي وقلت ليه بلي انا راه السيد مريض، وجات عندي المساعده الاجتماعيه اللي عاودت لها كلشي وريتها كيفاش حنا عايشين. قلت لها هنا تنصرف على داري وراني تنخدم، وحليت لها الثلاجه وقلت لها انا هادشي كامل كنديرو على قبل الولد، هاد السيد تنطلب منه غير انه يلتزم بالكره. قالت لي صافي غادي نرجعو الخلصه ديالو في سميتك انتيا. تنفست وقلت اوف واخيرا، غير من واحد الجهه بعدا ما يكونش عندي شي مشكل اللي هو مالي، اما الباقي كله غيتحل مع الوقت. بدينا في الاجراءات باش انه الخلصه ترجع في سميتي، غير هو قربنا باش انه نساليو داكشي كامل. قال لي لا راني وليت لاباس، راني نقدر نسير الامور ديالي بوحدي حيتاش ما بقيتش كنقمر. ولكن كان تيكذب، الحاله هي الحاله. وقلت ليه شوف يا اما غادي تعطيني فلوس كنصرف على الدار، يا اما الله يعاونك حيتاش فعلا عييت ما كيصرفش وكيسرقني. واللي تيبقى فيا انه ما كانش هكا، كان درويش وكيبغي الخير لكل شيء. نهار طاح ما لقينا حتى شي حد في جنبنا. دوك خوتو اللي جابوهم هما كاملين تنقول يا ربي يجي فيهم غير شي واحد يجلس معايا في الدار، يبداو بعدا غير يخرجوه وما يخليوش غارق في داك الحرام حتى حد ما قبلو. خوتو تيعيطوا لمالين الدار في المغرب وتيبداو كيدعيو فيه الله يعطيه الموت والله يعطيه خباره. كلشي نفرو وكلشي تبرى منه حتى من صحابه حيت قهرهم بالسعاية. النهار وما طال وهو سلفني هذا المبلغ سلفني هذا المبلغ. انا غادي لخدمتي جايه على الاقل تنعمر ليه الثلاجه،
اما الكرا خليتو ليه بحال هكاك، قلت ليه خلصو ولا رميه، شغلك هذاك اللي كنتخلص به يلاه نهز به ولدي والمسؤوليات الاخرى، حيتاش اذا جيت نتكلف بالكرا ما غاديش ناكلو. رجعتو للطبيبه اللي قالت لي راه المرض اللي تيدير ليه هذا الشيء، قالت لي خصو ينعس في السبيطار، وديت ونعس فيه، واللي ما كانش في نفس المدينه، وكنبقى طالعه هابطه، وكنخلي ولدي بعد المرات عند مرت خالي. كنت كنعمر راجلي السكن بالتقضيه والماكله غير باش انه يولي مزيان ويرجع كيف كان. غادي تقترح علينا الطبيبه باللي انا وداك الدواء اللي هو تيشرب غادي نوليو نستعملوه بطريقه واحده اخرى اللي يخليه انه يوقفو من هذا الادمان او البليه اللي هو تيدير. دا داك البروتوكول اللي خصو يدار، نعاس في السبيطار، خرج منه والسيد هو السيد، ما تبدلت منه حتى شي حاجه، ما ولا غير غادي وكيزيد في الاعصاب ديالو. قلت ليه يلا نخرجوا نمشيو للمغرب، تبدل الجو، تبدل البلاصه، تحيد غير من حدا هاد القهاوي اللي غير كتشوفهم كيطيح لك القمر في الراس. قال لي لا ما نمشيش للمغرب، الناس يبداو يقولوا شوف كيف كان فلان وشوف كيف ولا. هو فعلا تبدل واخا باقي مازال في الثلاثينيات، المشيه ديالو والشوفه ديالو كلشي تغير. قلت لي صافي ماشي مشكل، ما مشوش للمغرب، يلا مشيو للدوله الفلانيه عند اختي اللي مزوجه وراجلها انت كتفاهم معاه. عيط لي راجل اختي اللي قال ليه اجي نفوجو ونخرجو ونفعلو ونتركو، هو بقى غير واخا واخا. لا غد ليه الصباح السيد غادي يخرج وما غادي نشوفو حتى 11 ديال الليل. بقيت كنشوف حتى عييت، نفسيتي تدمرات، كنفكر في ولدي اللي غادي يبدا كيكبر على با في هاد الحاله. واخا ما نبغيش نقولها ولكن السيد ولا رسميا حمق، ولا كيلبس الحوايج اللي هما موسخين، وكيدير في ظهره واحد الساك معمر بالقجاوج، وكتهضري معاه تيقول لك هادي راه خدمه، ومنين جيتي نتيا؟ راك جيتي غير من العربيه ديك البلاصه الفلانيه، علاش كتهضري بحال انت ما عرفتش شنو؟ علاش كتهضري بحال انت ما عرفتش شنو؟ بالله عليك واش عمرني انا بعدا اصلا نكرت الاصل ديالي؟ راني ديت نقول لك غير نقي حالتك، راني ما كنطلب منك والو من غير انك تنقي راسك، ولكن والو ما تيبغيش يسمع. المهم بدات المشدات ما بيني وما بينه، جيتي لهنايا ومالين دارك ومالين داري، واش شريف فين هما داركم؟ انا اللي ديما واقفه معاك، انا هي اللي مرتك، وانا اللي تنطيب ليك ونصب ليك ونمشي نخدم ونعاونك، انا اللي كندير هادشي كله ماشي واحد اخر. وليت كنقول هضره حتى كنلقاها عند الناس، ولا بحال بغى انه يبين للناس باللي انا شخص مزيان وانا اللي ظلمه، هو بريء وانا مذنبه. المهم فاش ما بغاش يمشي معايا عند اختي اصريت باش انني نمشي لراسي، وهو اللي غادي يوصلني للمطار. فاش كنا غاديين غادي يصيفط لي شي واحد ميساج وقال لي عافاك قطع لي شي بيه من هنا لهاد البلاد في الكار، دار عندي وقال لي راه واحد الدري بغاني نقطع ليه، انا نعطيك فلوس ونمشي يعطيني نستعمل لاكارت ديالك، علما انه ما بقيتش كنعطيها ليه حيت كيسرق ليا الفلوس، وبدلت لاكارت وبدلت الكود. فاش ما بغيتش نعطيه بدا كيطور د الفولون ديال الطوموبيل، بغى يقلبني في لوتوروت، والولد كان في اللور وغايقول لي ياك بغيتي تحشمي بيا قدام السيد، وليت نقول يا ربي غير نوصل ولا غير يحطني هنا. سكت وخليتو تيغوت، وبقيت غير تنشوف وتنقول يا ربي سلكنا هاد النهار، سيد ولا غير طبيعي غادي يحطني في المطار. ومشيت عند اختي في امان الله، خليته مع خوه اللي كان مقابلو حيتاش كانوا كيجيو عندو الفرمليات، واخا حتى هادو كانوا معاناه وحدا اخرين، لانه فاش كنت معاه في الدار كانوا كيجيو كيدقوا عليا وكنت نقول لهم بلي انه راه فلان ما كاينش. فاش هو تيجيو تنقولها ليه تيبدا يخاصم ويغوت ويسبهم، واش هاد خيتي بغات تشد الفلوس على ظهري؟ واش شريف هادشي كله راه كدار على قبل صحتك، ولا كيدوي بالفاظ ما تقدريش تفهميهم، ولا كيناقش ليا علاش هادي تخلص بهاد الخلصه وهذا علاش يتخلص حيت كيداويني ولا كيخدمني. انا صافي حرت داكشي اللي شفت ضرني، ونض سافرت وخليت مع خوه اللي هو كان خدام، وانا عند اختي كان تيهز التليفون وما تيخلي ما تيقول لراجل اختي عليا، تيقول ليا راه ما يمكنش هاد الراجل عندك بحال شاد عليك شي حاجه، ما تيخلي ما تيقول فيك شنو واقع. تنقول لي راني ما عرفتش بحال دارهم كانوا حرشوه بلي انه سافرت وخليته، وفي الحقيقه هو اللي ما بغاش يسافر. انا عييت وكنت محتاجه باش انني نرتاح، طفيت التليفون ديالي حتى مرض جدي، وكان خاصني ضروري باش انا نهبط للمغرب لانه كان بصح تيموت. دويت معاه وقلت ليه قد لي الاوراق ديال الموافقه باش نخرج الدري معايا للمغرب، هو غادي يدير لي الشونطاج. قال لي الورقه ها هي ولكن صيفط لي المبلغ الفلاني، غادي نصيفطو ليه علما باللي انه معطاوه تعويض في الخدمه ديالو بمبلغ 3 ديال المليون اللي مشات في القمر، باع بقعه ديالو ب 20 مليون في المغرب وخلى الفلوس عند باه اللي كل مره بقى تيقول لي صيفط لي صيفط لي حتى سالها، باع الطوموبيلات وبدا يقمر بهم، اما الفلوس نتاع الصالير ديالو كياكلهم في نهارهم. ما علينا، المهم انا غادي نهبط للمغرب. مات جدي وجا خالي ومرتو اللي هما والديه بحال الضياف باش انهم يعزيو، طلعوا عند ماما وما قلبوش عليا، ما سولوا فيا ما سولوا في حفيدهم. كاع عباد الله في داك العزوب بداو تيقولوا واش ما جاوش عندك مالين دارك؟ تعجبت، ولكن حتى انا بقيت تما حتى سالات ليامات ديالي، شبرت الطياره ورجعت في حالي. هما ناضوا صونوا على ولدهم
راه فلانه ما طلعتش علينا، راه نتوما خصكم اصلا تجيو تطلعوا عليا تسولوني على ولدكم وعلى العلاقه وعلى كيفاش انا اصلا مستحملاه، ولا تشكروني على الاقل لانني واقفه معاه. تناقشنا هذا الموضوع وانا راجعه في حالي، قال لي غادي نتعرض لك في المطار. شديت الطريق ووصلت ما كنلقاهش، بحال تصرفقت، بقيت مبلوكيه تما حتى كتب لي واحد الطاكسي اللي غادي توصلني لواحد البلاصه باش شديت المركوب واحد اخر. وسوارت انا داك ديال الدار كنت خليتهم ليه، حتى غادي نعيط على واحد جارتي اللي قلت لها راني عافاك جاي عندك غير باش نرتاح. وصلت عندها ما كليت ما شربت غير طحت وارتاحيت، وصفت له ميساج جيب لي الساروت نتاع الدار وانت ما بغيتش نشوفك، صافي حتى لهنا وبركه عليا. منين سمحتي فينا هاد المده كلها وعمرك ما صفتي لولدك حتى دانون؟ بركه فعلا جاب لي الساروت وخرج من ديك الدار، وانا دخلت ليها اللي لقيتها حالتها 3 ايام وانا نجمع فيها ونصبن. نضت من جديد كنقلب على خدمه واحده اخرى، دخلت ولدي المدرسه وبديت كنشوف انه السيد كلشي كيتخلى عليه وغير تيطوطح في الزناقي، حتى شي حد ما قبل عليه. وشفت حتى عييت قلت ربات ولدي غادي ندخلو للدار. دخلته وقلت لي غادي تعطيني باش انا نخلص الكرا كل شهر، واللي كيوصلك غادي تهز منه هذا المقدار والباقي غادي تصيفطو لي انا في الكونت. الشهر الاول طبق الهضره علاش اتفقنا، صيفطها الكرا كاملها وكملت من عندي حتى نخلص التقضيه والويفي والضو. عنده 17 طوموبيل، قلت ليه الله يرحم ليك الوالدين بيع غير زوج نحيدو الكريديات اللي علينا. تيقول لي هادشي اللي ناوي ندير، امتى غادي دير هادشي؟ راه الناس غادي يجريو علينا، اذا رميت لهم هاد المقدار هاد الشهر والشهر الجاي غادي يحسوا بلي انا داك الشخص كيدار الموقف ديالو على الاقل وكيدير مجهود ديالو. وهنا الكرامة معاش تفليا، بقينا بحال هكاك بيع بيع بيع، حتى لواحد النهار تيخرج وكيتخشم تحت الطوموبيلات حتى كيولي كيف الهداوي وكله كحل. كيجيو كيقيس ليها في الحيوطه والحوايج وفي البيبان، اي بلاصه حط فيها يديه كتولي كحله. فلان راك مريض، كون بمرضك، فيق على الاقل فيق غير الصباح وعطي لولدك الفطور وانا نوض نخدم. ما باغيش يسمع، وشفتو بعيني انه باقي مازال تيقمر. السيد ولا عنده مشاكل حتى مع الجيران، كيمشي كيبلوكي العباد الله البلايص ديالهم وكيحط في بلايص اللي ما خصوش يحط فيهم الطوموبيل. ولات المهمه ديالو تعذيب الناس، ولات حياتي معاه كلها صعوبه، ولات عنده المعيشه الضنكه حيتاش عايش بالحرام. خواتاتي وعائلتي كلشي قال لي هزي يديك سلوم ديك العلاقه، واش باغا مازال تقتلي راسك؟ واش عند بالك باللي انه غادي يجي واحد النهار وفلان غادي يرجع كيف كان؟ لا راه مستحيل، فلان صافي مشى. اذا بغيتي تنقضي حياتك ومستقبلك ديري حل راسك، راه خوتو اللي ولداتهم ليه مو، شوفي كيفاش كل واحد فكر في حياته ومستقبله وهرب عليه. انا ما جاتنيش لخاطري تنقول راه بات ولدي، وقعوا بزاف ديال الامور وتجر انه يضربني واحد النهار، وهنا فين فعلا غادي نحبس كلشي. وقلت لي راني عييت بركه ومشيت لفه التلاقي. وسط هذا القرار تيبقى فيا ولدي، تنقول واش هذا القرار اللي خديته هو صالح 100%؟ واخا ولدي كنشوفه محتاج لباه ومسؤوليه في الغربه وانا مرب بوحدي وما عندي حتى شي حد، تنقول واش غادي نكون قد هذه المسؤوليه؟ واش نقدر على ولدي بوحدي والمصاريف والكرا؟ واش نقدر نعيش هذه الحياه؟ شويه تنقول انا اصلا هذا الشيء كنعيش به ولا بلا به؟ اصلا ما تيعاوني لا في ولدي ولا في مصروف ولا في حتى شي حاجه، يعني هذا الشيء غادي نديرو سواء كان ولا ما كانش. لكن هو ما تيحترمنيش وتعيط لدارهم ويقول لهم بلي انه سلوى راه هي اللي خايبه وبلي انها باغا تستغلني. هو تيفكر بحال هكا فيا، وانا فاش تنشوفو مبلوكي بالمرض تيشفي ليا في قلبي، ولكن ما خلاش ليا اختيار. جرحني وضربني بزاف ولقيت راسي بلي انني ما كنستاهلش، وقفت معاه وكنت معاه مره ونص ولا اعترف ولا شافو بوجه داكشي. هرس احلام على قبله وما بقيش كنفكر في راسي، وليت كنفكر غير ليه. تنبدأ نقول واش نستاهل هادشي اللي دار فيا، ولكن انا عارفه بلي انه ربي ما جاش ودار هادشي غير هكا، اكيد كاينه شي حكمه. لقيت راسي بلي انه فوق من طاقتي انا نزيد نستحملو، واذا اليوم وصل لهاد المرحله وغدا نخاف على راسي وعلى ولدي. اللي شافني تيقول لي نقضي راسك، حيتاش ما بقاش في المرض ولكن السيد دخل في القمر وما عمره ما غادي يحبس حتى يدمركم معاه. عييت ما نشدو، عييت ما نوقف معاه ونقول ليه وقف على رجليك، نفكروا بلي انه راه عندنا ولد خصنا نفكروا في المستقبل ديالو، ولكن تيبقى غير واللي فراسو فراسو. انا اليوم ما عرفتش شنو غادي ندير، واش نكمل في هاد الطريق نتاع الطلاق من بعد ما دفعتو وهو يرجع عند دارهم يتكفلوا به حيتاش فعلا ولا حمق رسميا. واخا دويت معاهم وقلت لهم اجيو تشوفوا اجيو دويو معاه، ولكن كيبانوا لي بلي انهم ممسوقينش بحال صافي قضاو الغرضات ديالهم، بنا لهم الدار وجاب لهم ولادهم هنايا باش انهم يعيشوا، وهو ما ولات كيتسوق لي حتى شي حد. انا السيد وليت كنحس بلي انني عايشه معاه فوق من طاقتي، حيتاش ولا كيضربني وكيدوي معايا بالفاظ اللي هما زن قويه، مستحيل مرا بعقلها انها تصبر على داكشي كامل.
بقيت تنشوف حتى عييت وبديت في خطوات الطلاق. شي تقول لي خاصك حتى تكملي 4 سنين معاه حيت غادي نكملها الشهر الجاي، واذا ما كملتيهاش راه الوراقي ديالك في الشك، غادي تدفعي لاكارت سيجور. انا اليوم كنتسنى يوصل الموعد ديال المحاميه، هي اللي غادي تاكد ليا واش وراقي غادي نشدهم من هنا عامين ولا لا، واذا ما شديتهمش خصني نشوف شي حل اكيد، علما انني عندي احلام وباغا ندير دبلوم وندير بزاف ديال الامور. كاين شي مرات كتكحل الدنيا في عيني وتنقول فاتني التران، وبعد المرات كنعلش الشيطان وتنقول ربي بغى لي هذه الحياه، بغى لي بدايه جديده، علاش لا؟ وليت كنحس بالخذلان، تخذلت من طرف الشخص اللي كنت حاطه عليه الراس. ما عنديش مشكل في انهم يمرض جسديا، ولكن باش انه يستغل المرض ديالو وينتقم به بالقمر ويدمرنا كاملين معاه ما نتقبلهاش. كان قرار صعيب لكن بزز مني خديته، حيتاش ما خلاش لي اختيار. ما كرهتش لتحت نقرا تعليق ديالكم في القرار ديالي. هذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكاية سلوى لي. انا صراحه ما عنديش راي في هذا الموضوع نهائيا، ما عارفش واش من الصالح ديالها انها تبقى معاه ولا ما تبقاش معاه، ما عارفش واش فعلا هو حماق لانه بهذه الامور اللي كيدير، اولا هو فعلا كينتقم، لانه هادشي اللي اكدت ليا قالت لي بلي انه كينتقم بسبب داكشي اللي جاه بالقمر الى ما اخره. فغادي نخليكم لتحت تعطيو ليها الاراء ديالكم اللي كنتمنى انهم باش يوجهوها بالطريق الصحيح. ودمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في مقالب ان شاء الله، وسلام سلام.